انا صديقه واخت لعبدو الشريف، يعني عندنا واحد علاقه صداقه واخوه طويله الامد، الله يرحمه ويوسع عليه. في هذا النهار لله ما اعطى ولله ما اخذ. احنا صراحه لله انا كنت اسارع الزمن والوقت باش ان شاء الله نكون في الموعد، رغم انه كان عندي تصوير ومتبوعه بروبورتاج بمونتاجات، وقلت انا غنحاول ما امكن انني نجي غير الوقت ديالي باش نكون واحد. والله الا كنا على استعداد كنا كنستعدوا باش نحضروا هذا، فاذا بنا نصعق بهذا الخبر. الله يرحمه ويوسع عليه في النار، والله يبدل محبته بالصبر. والله اش نقول لك، والله يبدل محبته بالصبر. ما اصعب من الموت الفجأة. وواحد الانسان كله حيويه وكله محبه للحياه، وانسان كيعتبر انه عوده الخشبه بهاد القوه هذه، يعني بصيص امل وعوده اخرى لهاد الحياه. يعني سبحان الله، اش نقول لك، سبحانك عظيم وحق الله. القسم انا مازال ما مطيقه، وقريت الخبر وما تيقش الا حتى تواصلت مع اخاه كريم. الا قال لي راه مشى عند الله، راه ما فهمت والو. ولكن الايمان بالله سبحانه وتعالى، خص الواحد يكون مؤمن بسيدي ربي سبحانه وتعالى. هذا هو اللي بغيت نقول لك. انا شفت عبدو الشريف بالضبط، هذه واحد نهار اثنين الله يرحمه. هو كان في الفندق ديال بالاس دونفا، تما فين كانوا كيتباعوا لي تيكي ديالو، وجا ومسكين قال لي فيليسيتاسيون، حيت انا تما تكريمي في مدينه طنجه، وتكريمي في اليوم العالمي للمراه، ويقول لي فيليسيتاسيون فخور بك. قالها لي قدام مجموعه من الصحفيين، قال لي عندك ما تجيش، وعطاني دعوه ومسكين كتبها لي بالخط اليد ديالو في لونفولوب، وحط لي اون انفيتاسيون في اي بي، ويقول لي انا بغيت فاش نرمي عينيا على خوتي واصدقائي، وانتي منهم. والله العلي القادر. كان ستريس فعلا، وي لا هو الستريس. شوف كاع شي حد، والله انا براساتي كنموت بالخلعه، كان موت بالخلعه قبل ما نصور ضربك الضو. الستريس عادي، هو كان كيدوز لي داك التداريب، كان كيدوزهم في الرباط. ومن بعد هذيك شفته وتواصلت معاه عاوتاني من بعدها، قلت له انا كنت كنصاوب واحد شوتينغ في الرباط في لو فيرمونت، وقلت له شوف هاد الشوتينغ هذا راه كنلبس فيه لباس مغربي اصيل، وقلت له راه تندير وهزه زلايف فيهم زليج المغربي، هو يقول لي تبارك الله عليك اصيله. القسم مسكين الله يرحمه في هذا النار. هذا هو لانه اش دابا غير قول لي. شوف انا دائما الناس اللي مقربين ليا تنقول لهم ما كرهتش انا نبقى غير في واحد لونتوراج ديالي، حيت راه وحق الله داكشي اللي تتشوف من بنادم فهاد الوقيته هادي راه تتقول لا اله الا الله. يعني انا مثلا ملي كنسمع خبر مفاجئ بحال هذا، وتسمع مثلا بحال الزلزال، وحنا قلنا شوف انا ما تندويش ما كنعممش، ولكن كاينين الناس ما تصعدوا بكورونا، ما تصعدوا بزلزال، ما تصعدوا بموت اقارب ديالهم، يعني غير بحال هكا. تخيل دابا كل واحد يتصاعد ويدنا هذا، وكل شيء يكون زوين، كل شيء يكون معقول في الخدمه ديالو، كل شيء يكون ما يبقاش الحسد وما يبقاش الحقد وما يبقاش هذا البشر. واش كومبري؟ انا كندوي على البعض، على القله القليله، يعني بحال هكا. اللهم يعني تكون واحد النوع ديال الموعظه من وفاه مفاجئه بحال هكا، فهمتي؟ هو اش غنقول لك؟ لا مسكين هو باقي تما، باقي في المصحه، حتى الغدا عاد غادي ياخذوه. يلا تخيل خوه كان تواصل معاه قال لي انا مشيت للدار ناخذ لاكارت ناسيونال ديالو. يلا شوف واش شتيو. وداك الشيء اللي بغيت نقول للناس، تصالحوا كاين عواشر. علاش كنقول لك؟ حيت انايا كنقول لك مثلا داس كورونا وشافوا الموت وناس بزاف الاخر، على الاقل غادي نخرجوا. ما بقاش انا ما كنحبش نشوف دوك مظاهر الضربات في الشوارع، وشي كيحفر لشي، والنصب، وبنادم طامع في الدنيا وفي الفلوس وفي دوا. يا ناري ومالكم على هذه الحاله؟ تكالماو. والشيء الاخر الزلزال كنا هكا، وشوف شحال واحد مات وهكا ها هو توفى. دونك بالنسبه ليا اللهم الواحد يتصاعد وتهلاو في والديكم وتهلاو في العائلات ديالكم، وما بقيناش بحال هكا شي داك شد ليا نقطع عليك. علاش غير علاش؟ بغيتي نفهم، فهمتيني؟ هذا هو الميساج اللي بغيت نقول.
سلام عليكم. تقبلوا شيء الاخر ما كتقبلوش كذا. شوف راه ماشي تنقول لك هكا زعما انا راه ملاك، ولكن انا على الاقل ما كنحسد ما كنبغض ما كنحقد ما نحفر لك ما والو. اخي انا هدفي مثلا في الحياه هو نخدم دمر 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 من اجل العائله ديالي وبس باسطة. هذا هو اللي بغيت نقول لك باختي. هو دائما كان وطني وكيموت على البلاد، ودابا هادو كاع اللي مشاو خرجوا برا، هل هذا يعني بان ما انهم ما كيبغيوش بلادهم؟ داكشي علاش بعدوا؟ اه فوالا، ماشي هذا لا يعني انه كان عايش في تولوز انه حقا كاعي من البلاد. نو نو نو، بالعكس والله حتى كيحمق على سيدنا، وعنده صوره البروفيل ديالو فيها سيدنا منين عطاه الوسام. ومؤخرا نيس فاش كنت تلاقيتو قال لي انا راه تنحمق على سيدنا وما كاينش ما احسن من سيدنا. قال لي في العالم انا تنقول لك وعشت برا. بالعكس هو كيتعرضوا عليه ولا ما كيتعرضوا، ما نقدرش نقول لك اختي، ما نقدرش نعطيك شي جواب وانا ما عارفاش، ولكن ايوا اختي ها هو كان عائد لنا وناري. عرفتي انا والله مازال ما نطيقه ما نكذبش عليك لا والو، تقول وناري هادشي راه كنا دايزين دابا يا غنمشيو لعندو الحفله. ما يمكنش ونعمه بالله. كنا زعما حنا اصدقاء، هو مسكين قال لك انا كيعجبني ملي نكون هذا، ملي نرمي عيني تبان لي الوالده ديالي عائلتي خواتاتي خوتي والاصدقاء ديالي. قال لي بصراحه انا هكا فاش كنبغي مثلا نكون في شي حاجه كنبغي نشوف الناس اللي مقربين ليا مبتسمين ناشطين فرحانين بحال كيزيدوا لي واحد لا دوز وهذا. وشوف سبحان الله، لا اله الا الله، الله يحفظك.